مرة ثانية، لكن نرجع لاتصال الأستاذ ابتهال زوجة شهيد من المرابطين على الحدة الجنوبية. أهلا وسهلا فيك أستاذ ابتهال. أهلا وسهلا فيك سعيد. أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت طيبة إن شاء الله. أستاذ ابتهال، طبعا زوجك من الشهداء أكيد رحمهم الله، كان أحد المرابطين في الحد الجنوبي، الأبطال المجهولين يمكن الكثير يغفل عن مواقفهم المتميزة هناك. طبعا نحن فخورين به أكيد، مثل ما حضرتك فخورة فيه جدا. حدثينا أكثر عن مشاعرك في هذا اليوم. مشاعري اليوم هذا يعتبر يوم فخر واعتزاز لنا بجهود الملك عبد العزيز رحمه الله في توحيد المملكة، وهو امتداد لمسيرة التطور والحضارة والعطاء متأكد. والإنجازات المثمرة التي تجنيها المملكة عام بعد عام. جميل. ونفرح بهذا اليوم ونفتخر جدا بمثل هذا اليوم ونحتفل والحمد لله. جميل. نعم. كمان كلمة حابة توجهيها لكل الجنود المرابطين في الحد الجنوبي الآن وبيشاهدوك. أولا أهني الملك سلمان وولي عهده وولي عهده، وأهني الشعب السعودي عامة، وأهني أهالي شهداء الواجب وذويهم بهذه الذكرى الخالدة في قلوبهم، وأسأل الله أن يديم الأمن والأمان في المملكة، وأن يحفظ جنودنا المرابطين وأن يسدد ربهم وأن يكرمهم بالنصر. آمين إن شاء الله.